آلاف من الأسرى الروس لا تفصح السلطات الأوكرانية عن عددهم الدقيق، محتجزين في مكان آمن غربي أوكرانيا. لا تسمح السلطات العسكرية بذكر معلومات دقيقة حول موقع احتجازهم. استطاعت كاميرا العربية حصريا الدخول إلى هذا السجن للوقوف على ظروف احتجازهم والتحدث إليهم. هؤلاء هم الوافدون الجدد إلى هذا السجن، سيتم وضعهم تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين. نحن ملتزمون بتوفير كل الظروف المعيشية الملائمة لهم. يمكنهم الاطلاع على قواعد السجن وحقوقهم أيضاً بسهولة، فهي مكتوبة باللغة الروسية. هل يمكنني التحدث إليكم؟ أنا سجين محكوم، وبالطبع كنت أعرف إلى أين كنت ذاهباً، إلى أراضي بلد آخر للقتال. لقد وعدوني بالعفو وسجل نظيف. تم استدعائي من خلال التعبئة، ووصلت إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري. في هذه القاعة يقضي هؤلاء الأسرى الروس الذين دخلوا للتو فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين تقريبا. أما هنا فكما تشاهدون يوجد الأسرى المصابين في هذا السجن الذي يتم فيه احتجاز الأسرى الروس. الجرح كان في الرأس من شظية، وفي لوح الكتف، وجانب الأيمن كان مشلولا. السلطات الأوكرانية تقول أنها حريصة على احتجازهم في ظروف احتجاز تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية، وتسمح بإشراف ومراقبة كافة المنظمات المعنية وعلى رأسها الصليب الأحمر للتأكد من ظروف احتجاز الأسرى. نحن هنا في ورشة تصنيع الأثاث داخل السجن الذي يتم فيه احتجاز أسرى القوات المسلحة الروسية، وكما تشاهدون هؤلاء الأسرى الآن يعملون على تصنيع الأثاث. هذا هو العمل الرئيسي الذي يقومون به داخل السجن، كما أن لديهم نشاطات أخرى يقومون بها. نحن ملتزمون باتفاقية جنيف البند الثالث خصيصا المتعلق بالتعامل مع أسرى الحرب، لذلك نوفر لهم جميع الظروف للعيش والعمل وتلقي العلاج والتواصل أيضا مع أسرهم. نحن نهتم بأسرى الحرب الروس كدولة أوروبية، ونطالب روسيا كذلك بالتعامل مع أسرى الحرب الأوكرانيين بطريقة مماثلة حتى يحدث التبادل للأسرى. رحلة طويلة تمتد من أسبوع إلى شهر، وقد تطول أكثر من ذلك، يقطعها الأسير الروسي حتى يصل إلى هذا السجن مرورا بعدة مراكز احتجاز. هنا في هذا السجن كما تقول السلطات الأوكرانية تقدم لهم الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز وفق القواعد الدولية. لقناتي العربية والحدث حصريا، حذيفة عادل من مركز احتجاز الأسرى الروس.